الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك كتابه. الاهلي والسباحه ضد تيار الباطل. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك كتابه. حلقه مهمه جايه في الوضع الاستثنائي، اعتقد الوضع الاستثنائي ما فيش ابرز منه وما فيش اوضح منه في هذه الايام. الأهلي في كل هذه الظروف الصعبة بيخوض تحديات شرسة جدا، ما بين إصابات تضرب فرقتين مش فرقة واحدة، يلاقي نفسه مضغوط بمشاركات محلية ومشاركات قارية وأيضا عربية، لكن مكمل ومستمر وبيتأهل، ربما لأنه عنصر الإرادة متوفر، وربما لأنه الأهلي في ظل هذا الوضع الاستثنائي يعيش مرحلة الإرادة التي تتجلى في أجمل وأروع صورها مع ذكرى أكتوبر يا باشمهندس. ويعني أنت قلتها ولمستها، الأهلي فعلا خلال الأيام الماضية تسلح بروح أكتوبر في مواجهة التحديات الشديدة الصعوبة، ولا يوجد غير الأهلي من يتحملها. أنك بتتنقل من أفريقيا لآسيا لمنتخب لدوري لكاس، ها، وفي كل يوم يتناقص أعداد جيشك أنت. الآن الجيش يلعب بثلث قوته، فريقين كاملين يغيبان عن قوة الأهلي من العناصر الأساسية، وكأن قناص يتصيد نجومه، ولكن يقدم كل يوما الجديد الذي يدعو إلى تفاؤل بمستقبل الأهلي.